بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي عن اللاي اوت. اللاي اوت هو شنو؟ هو لوحه الرسم اللي هي المخطط اللي راح تطبعه وتظهره للناس. انا انت راح تكمل ملفاتك ورسوماتك اللي راح ترسمها بحيث تطلع شنو على مخططات تطيها للناس، تطبعها وتطيها للناس. غالبية الناس شو تسوي؟ تسوي الآتي، يقول لك انه انا ما اسوي لاي اوت، ما اعرف، مو شغلتي اتعلم لاي اوت، ما اريد اتعلمها. فشو يسوي؟ يرسم مخطط، وليكن مثلا رسم هذا مخطط نعتبره اوكي، رسم رسمته وتعبيها مخطط دار سكن او اي شيء ايا كان اوكي. مثلا رسمه خلينا نجيب مثال عملي اللي هو هذا مثلا، هذا مثالنا اوكي افضل. ادى هذا مخطط الطابق الارضي اوكي، اللي هو خلينا نشغل الليرات هذا اوكي. هسه عندنا هذا، شوفوا طابق جراوند فلور وهذا فيرست فلور اوكي. عندنا ذني، خلينا ندل الذني كل هنا اللي يمهم اللي ما نحتاجهم. هذا هم دلت المساحه جوا الزت انتر اي انتر حتى ننظف الرسمه مالتنا. هاي كل الرسمه مالتنا. اجي اريد يطبع ذني المخططات الواحد، ايش قال؟ هاي بيا قياس سنتيم. خلينا بس نوضح الدايمنشن. سوري واحد اوكي. هسه هذني وين قياساتهم؟ هاي بقياس سنتيم، لان هاي 10 متر فطلع 1000 سنتيم. يجرد يطبع او يريد يشتغل سوى ما هسه هواي انه انت تشوفون ناس تسالهم تقول له تطبع لاي اوت، تقول له لا ما اطبع لاي اوت. هاي شنو جوا؟ يقول لك والله ما ادري شنو هاي جوا. فاللاي اوت هو شنو؟ اللاي اوت هو مخطط الرسم. ليكن اني طبعا راح اظهر هذا مع احتراماتي للمهندس عادل السعيد، لان هو مال مكتب هندسي هذا، بس راح اظهره انه على مود يبين هذا اللاي اوت مو لاي اوت. لاي اوت مرتب فتشي راقي جدا، والمكتب هذا يشتغل من قبل اوكي، من بيت الاوتوكاد لليوم يشتغل باللاي اوت، شغله مرتب. فمعناها هسه هو عدل المخطط مالته هنا، مسوي التاريخ، الحجم، الوراق، سكيل، مخططات فلانيه، بيت فلان الفلاني، رقم الشيت ويا سنه، البارت مثلا، اللوكيشن مالته، الاونر مال هذه، المكتب الهندسي، رقم التليفون والماشين، وهاي التفاصيل والايميل والهاي، كاتب جوا مثلا تصميم فلان الفلاني وتشيكت باي فلان الفلاني زين، وتفاصيل كامله. وهسه حتى لو اذا صاير تعديل على المخطط مسوي ديسكريبشن مال تعديل انه فلان تاريخ التعديل، بس هذا مخطط معماري اولي ما صار بهاي. وهنا كاتب اول دايمنشن ار ان ذس دراون جور بروجكت هي سنتيمتر، فانت تشوفه كله سنتيمتر. هنا طالع له مخطط الطابق الارضي، مخطط الطابق الاول انت ما شايفه جوا هناك، شفته هنا ما موجود اصلا زين. طالعت للمخططات مرتبه وهاي والهاتش مالته وكل الامور وعلى ورقه هاي وكلها بالضبط. شفت شيء ما طبع، تعال اطبع مخطط مالتك. هذا الشغل مرتب على حجم ورق مختاره، حجم اي 3 شيت سايز اي 3. شلون سواها باللاي اوت هنا زين. احنا نريد نسوي واحد جديد، نقول هذا الشخص صحيح مسوي، بس احنا نريد نسوي واحد جديد ما ندخل. احنا نقدر انه واحد ياخذ هذا ويعدل عليه ويصير انه هو رسمي له يستخدمه، بس انت ليش تسرق شغله مال شخص ثاني؟ انت سوي. اريد انا اللاي اوت مو انت ما تهيجي منه، اريد لاي اوت بهذا الشكل منه هيك عمودي، وهنا المخطط شايفينه مال شركات اجنبيه ومنه لاي اوت، والمخططات كلها لها فد اطار معين جاهز ثابت دعم، فعمد يكون الشغل مضبوط زين. تلقى هنا عندي اكو مثل الويندو، شوفون هاي الصفرة، هاي
ها شنو ويندو؟ هاي الويندو اللي هي انه خلى باللاي اوت هذا ويندو يدخل منها على الفيو على داخل الموديلينج على داخل الموديل هذا. معناها هاي اللقطه معناها يشوف هنا يشوف هذا الشيء اللي يريده. قصدنا بشنو بالويندو هاي؟ هسه راح نحكي عنها. هسه اذا اقول له بالزر الايمن طلعت لي مجموعه شغلات على الويندو، استايلات ما شنو هذه كذا وجروب وما شنو كذا وكوك وما شنو هذه مو هسه كل هاي اكو شغلات راح نجي عليها اللي هي اللي تفيدنا بالشغل مالتنا. راح نجي بالشغلات اللي تفيدنا. زين اجي اريد يسوي لاي اوت واحد شخص ثاني هنا شنو جوا؟ هسه انت تلقون موديل لاي اوت بصفها، فانا هسه انا مغير مسميها مخططات مثلا. اجي هنا شنو اقول له؟ نيو لاي اوت، تدوس على هاي واضح؟ طلع لي شنو؟ لاي اوت جديد لو لا؟ لاي اوت جديد، بس اذا ادوس عليه شنو يطلع؟ فارغ، بس بشنو؟ بهاي الويندو. شفتوها؟ هاي الويندو موجوده وطلع بها المخطط نفسه مخطط. اذا اقول له دبل كليك بداخلها وازوم، انا بداخل من داخل الرسم مالتي ازوم اللي اريده، يجوز ما اريد بس هذا، بس اريد يطلع هذا يعني طلع بس هذا وطبعا بس هذا. زين لا دبل كليك طلع. هسه شنو انا دبل كليك بداخله دبل كليك بداخله دخلت عليه، دبل كليك بخارجه طلعت منه، صح ولا غلط؟ صح. زين انا رديت هسه هذني المخططات اوكي موجودات على انا على راسي. خلينا نرجع للموديل ونعتبر هذني المخططات فوقهم اكو رسمه وليكن تفصيل معين او واجهه معينه للمخطط هذا، ليكن هذا المربع اوكي واضح، وعندنا هنا فد رسمه معينه او تفصيل معين هيك شكله، وعندنا هنا فد تفصيل معين اللي هو هذا اوكي. شو نسوي هسه؟ شو نسوي هسه؟ خلي جانا بهذا اللي هسه قل لي ثاني راح كل وحده احطها اريد على شيء معين، وريت بسكيال وريت بتفاصيل. زين الناس اللي ما يعرفون على اللاي اوت شو يسوون؟ حجاج يسوون الاتي، يجي مثلا يجيب له لاي اوت، يرسم له لاي اوت هنا مستطيل ويتعب عليه ويحط له خط منه مثلا خط هيجي، ويحط له فتح خط من جوا هيجي، ويحط له الشركه مالته والتفاصيل واللي مشنه هذا وكذا وهاي، سوا هيك مثلا وسوا باللاينات هيك، وحط له الشركه مثلا هنا وكتابات وهاي ترتيبات، وهنا جاب المخطط. شو سوى؟ قام يجيب كوبي، يجيب المخطط الكوبي كوبي جابهم حطهم داخل المخطط. بعدين شو سوي؟ لازم يقول له برنت، فعلى مود يطبع المخطط شو يقول له؟ هسا هذا حطه ويجي ويأخذ نسخة ثانية ويحطه بصفه ويسويها برنت. بس شنو؟ ما يعرف سكيل هاي. هسا هاي الورقة اللي أنا حطيت هاي اللاي اوت شو قد سكيل؟ هسا أريد طبع طبع يعني هذا أريد طبع على هذا هسا على أساس هذا اللاي اوت مثل بالضبط اللاي اوت عادل سعيد هذا بالضبط كأنه نفسه. شلون أطبع؟ أنا أريد أطبع هذا نفسه بالضبط هو ذاك. شلون؟ إذا قلت له كنترول بي بلوت أوكي أو منا أو منا دخلت على الطابعة اوكي. هنا طبعا انا اللي مرابط على طابعه معينه فجاي يقول لي انه اكو طابعه سابقه مو شنو هاي ما طلعت لكم الليره دخلت على شنو انا هسه لو بلوت منا او من ال او منا وقل بلوت برنت اوكي هاي ما تطلع لكم اللي بس عندي فراح تطلع لك هاي. فمن راح تطلع لك هاي هي خصائص الطباعه واضح. هنا بالنيم تختار نوع الطابعة، فتلقى الطابعات اللي انت طبعا منصبها على حاسبتك حسب الحاسبة وين هي تشتغل انت، فعندك طابعات منصبها. فطبعا هاي مو كلها طابعات، اكو طابعات هي جاي وين الاوتوكاد مثلا انا عندي ريكو طابعة ريكو عندي هاي طابعة مشنو هاي اللي هاد جهاز استنساخ ملون مثلا وعندي فعندي وهاي طابعة كانون هذا عندي طابعات مال المكتب يشتغل بها طابع بهم فانا منصبات عندي في طلعنا اسمها تريد تطبع يا طابعة تختار نوع الطابعة. زين احنا هسه ما عندنا طابعة بقاعة هاي ما عدنا عدنا الطابعة لا ما عدنا نريد نطبعها بي دي اف واضح بي دي اف. فش راح اقول له بي دي اف بعدين اقول له شنو اختار نوع الورق اي فور اي ثري مثلا انا اقول له اريد على اي ثري اختار اي ثري اي فور يجوز اي زيرو اختاريت نوع الورق. بعدين شي يقول لي احنا display window او limit او extended او هاي display اللي هي نفسها window معنى قصده window من ادوس عليها شنو خفاليه هذيك
وشنو صار عندي؟ يقول لي سلك لي الويندو، راح اقول له منها لهنا، اذا هاي راح تطبح انت. خوش، شوف سويت استاذ حسام بلازم، هذا دست ويندو، جيت اشرت منها لهنا صح، اشر لي مستطيل، حددت اللوحه مالت مال الرسم هنا سنتر دبلوت، معنى شنو؟ وسط للرسم مالتي سنتر بالضبط، وين المخطط، وين المخطط مو طافر يمنى يسرى، وفراغ منها ابيض وفراغ منها ابيض، بحيث الابيض الزايد اللي هم خارج اللياوت مالتي يطلع منها ومنها ومنها، معنى من كل الجهات مساوي، معنى قصدي انه فوق جوه مساوي يمنى يسرى مساوي، حطيت سنتر تبلوت هنا بلوت تو سكيل، مقياس الرسم تطبع بيه. فإذا قلت له فيت تو بيبر راح يطبع لك without scale، بس شنو المخطط واللاوت قد الورقة اللي يصير، فراح من تقول له بريفيو شوفني إياه، إيش راح يطلع لك؟ راح يطلع لك بهذا الشكل. هل هذا صحيح؟ لا. ليش طلع بهذا الشكل؟ بس إذا قلت له سكيل رجعت أنا عليه، طلع لي عمودي مضبوط. فشكل له هنا درون اورينتيشن أفقي لاندسكيب مضبوط، وراح أقول له شنو بريفيو، طلع لي شنو بقيت الرسمة ولا بقيت مضبوط، هاي الخطوط موجودات وهاي، بس شنو ما مرتب، لما نشوف هسه منها ومنها صح مشابهات، منها ومنها مشابهات، بس ما مرتب وبدون سكيل زين. هسه أنا على أساس A3 واللياوت مالتي A3 زين، قلت له سكيل، وجيت هنا قلت له موفت، قلت له باي سكيل. شفت قبل شوية اللي اوت ذاك مقياس رسم واحد لمية جاي على A3 لو لا جاي على A3، تجي هنا شو تقول لك؟ سنتيم هو اللي هنا، هنا من تقول لك كل مليمتر او كل انج، كل مليمتر ايش قد يساوي سنتيم؟ مليمتر قد يساوي سنتيم؟ سنتيم ايش قد يساوي مليمتر؟ مهندسين حجاج 10، فإذن أقول له شنو كل مليمتر شكد يساوي 10 يونت، فراح أقول له 10 يونت، شنو قصدي ب 10 يونت؟ من أقول له 10 يونت شنو صار؟ 10 يونت معناه كل سنتيم، كل سنتيم يساوي متر بالضبط، كل سنتيم يساوي متر. فراح أقول له، راح أقول له بريفيو سوري اوكي، شنو طانية؟ طانية مخطط هسه هذا باز مقياس رسم 100، بس شنو اللي اوت وينه؟ طلع خارج اللي اكبر من الحيز المطلوب صح، بس طبعا مخطط تقيسه 10 مضبوط، هاي مثلا قياس ايش قد مثلا 13 ونص يطلع مضبوط 100% 13 ونص، بس شنو اللي اوت وينه؟ اختفى خربط. انا اروح ارسم لي اوت هاي الشغله مخربطه واغلبيتها جاي تستخدمها، فمراش يسوون يقول لك على شنو انت مدوخني، نمونه سهله قياس الورقه الاي 3 ايش قد بش قد قياس ايش قد بش قد الورقه الاي 3، واحد يقول لي قياسه 29.7 و 42 يمكن، المهم خلينا ندخل له حتى ناخذ المضبوط، لان هاي ما اريد تطلع انكسار. نجي هنا وايش مكتوب اي 3، نقول له اي 3 سوري وينها، ها خلينا نختار الطابعه بي دي اف اي 3 وين النان اي 3، اي 3 يقول له قياس اللي هي 42 في 29.7 صح، انا ايش قد 42 29.7 انا 420 ريك دي 420 في 29.7 انتر هاي اي 3 خوش واضح. اقول اسي في 10 اوكي صارت، اجيب مخططي ام انتر ونقلت هنا، صار لي اوت مضبوط اي 3 قطعه اي 3 مضبوط، هذا هو اللي اوت مالتي خوش، راسمه مكمله وهاي مسوي نفسه ومخطط وكاتب كتابات وهاي. اجي اقول له طباعه كنترول بي، جيت على الطباعه اريد ارجع على نفس السيتنج مالتي قبل شويه كنت اشتغل بيه، انا مو كل ساعه عايد بيه، فاجي اقول له بريفيو
بريفيوز بلوت رجع لي على اخر سيتنج صاير رجع لي اياه لا كل الاعدادات نفس اللي احنا قبل شوي سويناه لا نفسه بالضبط. فايش قلت له هنا وين من اقول له ويندو اجي اشر هذا المخطط اللي جديد سويناه بريفيو اقول له والله بس هذه كونتينيو شطاني طانيه بس شطاني طاني هسه هذا مضبوط 100% صح ولا غلط بس حتى هذا اللي اوت صحيح مضبوط بس شويه طالع شويه طالع هذا معناه هاي بس الحواف طالعه لطارماته صحيح بس لطارماته طالع بس اذا هسه قلت له فت ثاني هيك وقلت له فت وقلت له بريفيو ايش طلع لي كامل مضبوط حتى الاطار ها بس شوي السكر خطا اي السكر شوي بيخطا بس من ساعه السكر مضبوط بس هم روم هاي هم هاي جمع روم هاي هم هاي جمع فلازم ترجع تسوي لازم تزغر الهاي شويه والزغر هاي شويه بالستريتش وتروح تطبع على منتج فت وهاي شنو اللعبه نفسها انت كل مخطط راح تسوي هاي السوالف ما اريد هاي السوالف حكي فانت خليها هاي الورقه تفيدنا احنا هاي الاي 3 سويناها خلينا نسوي لنا وحده هاي دي وراح نسوي مثلا 420 بهاي وهي هاي ونقول لها سي ونقول لها 10 كبرتها صارت هاي هذا اللي اوت مالتنا واضح خلينا نسوي اللي اوتنا ونرتبه سويت لي هيك خط وجبت في الصوره معينه خلو راح اجيب صوره جبت الصوره معينه من الحاسبه كوبي بيست هاي الصوره اوكي هسه شغل لها السي اشرح منها ار انتر منها لهنا وجيبها وزغرها اوكي زغرتها لولا جيبها ام موف وجيبها هنا حطها واضح حطيتها اجي بعدين شو اسوي لها السي ار انتر منها لهنا تعال لهنا مضبوط جيبها موف منها لهنا هاي لوجو الشركه مثلا نعتبره لوجو الشركه هنا كتبنا تكست وليكن كتبنا دي تي اللي هي اللي هو مالتي لاين تكست تيست راح نكتب مثلا جراوند فلور او دار سكن او اي شيء اوت كات خلينا نكتب اوتو كات مثلا هذا عنوان المخطط مثلا اوكي اشرنا هذا شنو قل له نفس الشيء اس سي ار اشر من هنا سوري السي ار وجبنا هنا وجي زغرة على قد اللي انا اريده احطه بالمكان اللي اريده المهم اقدر انا اي لاي اوت موجود شايفه او عاجبني اريد اصمم لاي اوت مثل ما انا اريد صح احط له تاريخ مثلا هنا تاريخ وديت وهاي وسكيل وبيبر سايز مثلا انا جاي اسوي لاي اوت عادي جاي اخذ هاي الكلمه نفس كوبي اجيبها هنا ليش انا اريد في ساعه اجيب تكست ما احتاج اقول له سكيل سكيل يساوي 1 إلى 100 مثلا اوكي هاي وبعدين اقول له نفس الشيء السي بوينت 5 مثلا زغرتها واجيبها موف هنا مضبوط بعدين اخذ الكوبي واجيب هاي احطها هنا واحطها هنا فوق واضح اجي هاي اغيرها اسميها بيبر سايز مثلا بي اس مثلا بيبر سايز واسميها اي 3 اوكي اي 3 وهاي نفس الشيء اجي هنا أنا مثلا اكتب ديزاين باي مرتضى مثلا اوكي فهسه شنو صار مضبوط اسمك هيجي ها اي هسه صار هذا هاي ديزاين باي وسكيل وهاي واوتو هاي كله وهنا المخطط راح اجيب المخطط احطه طبعا واضح بس انا سويت اللي اوت هذا الا انا سويته انا مدونه ودي ودي بشغل هناك بشغل صحيح عشر المخطط ما اريد لون شنو اللون اصفر ما يطلع بالطبع لون اصفر شنو اللون اصفر اختار يا لون ابيض اوكي ف انا مالي بالليارات احنا هسه ما جينا نشتغل ليارات اختبر هذا اللون اوكي هاي واضح وحتى لو بالعربي يجوز الكتابه بالعربي از يو لايك اجيت اريد اطبع كان عندي هذا اللاي اوت بالزر الايمن اقول له
لاي اوت الجديد اللي اشتغلنا احنا. شكلنا بيج سيت اب مانجر، بيج سيت اب مانجر لاي اوت. اوكي موديفاي، ادخل على السيتنج مالته، شو اسوي هنا؟ اختار نوع الطابعة، اثبتها الي انا ودائما اطبع بهاي، وشنو نوع الورق اي 3، واطبع لاي اوت. شوف طلع عليها مباشره لاي اوت، ما طلع لي ويندو وما شنو هاي سوالف قبل شويه، جاي اطبع من لاي اوت. هو هنا شو اقول له؟ سنتر حدد لي اياها، وهاي حدد لي اياها 1:1، ثبت رسمي. من راح اقول له اوكي كلوز، هسه شنو؟ ثبت الرسمه هاي، هذا ورق اي 3 بالضبط 100% صح؟ عدله ولا حط لي هاي، شوفوها هاي شنو هو؟ الفيو اللي قلنا عليها اللي ادخل عليها من ضمنها ادخل الرسمه، زين؟ فهاي الفيو اذا دبل كليك بداخلها انا جاي ازوم بداخلها صح؟ زين هسه شنو؟ اجيب الرسمه مالتي الموديل هذا، واضح؟ اخذ كوبي بالزر الايمن، شو اقول له؟ كوبي اقول له كنترول سي، واجي وين على اللاي اوت؟ كنترول في، اجى لو لا؟ اجى، بس اجى كبير صح؟ لان شنو هذا اللاي اوت؟ وهذا شنو؟ هذا موديل، لان وذاوت سكيل صح هو اي 3 بس وذاوت سكيل، لان ذاك سكيل مو 1:100 هذا، وذاوت سكيل على قياس اللي هو 420 احنا كتبناه في هالقد، هذا مو سكيل، مو مشكلة الاي 3 لان هي المفروض 42 سنتيم فيها، لان قياس سنتيم هاي 420 سنتيم حسب شبيره طلعت. فشو سواني؟ اجشرها، شو اقول له؟ اس سي انتر، اجي انقر منها ار انتر، دوس منها لهنا، اجيبها واجيبها وين؟ على قد الصفحه مالتي، اجيبها قعدت على الصفحه. صار هذا لاي اوت لولا؟ لاي اوت رسمي لولا؟ مضبوط؟ بس عندي لاي اوت لولا؟ عندي لاي اوت. زين هسه عندي الفيو، هذا شو اسوي بالفيو؟ اجيبه انقر منها حبيبي، روح منها لهنا، وانت تعال لهنا بالركن، وانت تعال منها، انت فيو صح؟ فيو على قد الفيو اللي انا حاطه المستطيل، فشنو زحفت الفيو دسته من النقاط حولت على الفيو. هسه صار عندي اوكي، جيت هنا الرسمه مالتي، جبت المخطط، زومت تزويم عادي، دبل كليك داخله زومت، اجى المخطط مضبوط؟ دبل كليك برا. هسه ايش اجي؟ اجي على الفيو اللي هو انا هذا، اوكي؟ اجي على الفيو، اوكي؟ هسه عندي هذا الفيو مضبوط؟ دبل كليك، جي الزوام الزوامات، جبت على المخطط اللي انا اريده، جبته اوكي. هسه هذا بمقياس، مقياس هذا بالسنتيم، اوكي جبته هنا. دبل كليك، هسه شنو عندي الفيو؟ شوف انا قبل شوي سويت الفيو، كبرت على قد المستطيل، على مود انت تقدر تسيطر على الفيو تلزمه، لان اذا صار خط فوق خط لازم تسوي الطريقه الثانيه هاي مال تدوس عليه وتقول له اختار هاي السيركل سلكشن اللي اختارنا الاعداد جوا. فعلى شنو؟ منا هسه شنو انا على الفيو بالزر الايمن، شو اقول له؟ هسه بالاوتوكاد الجديد طبعا، قبل انه بزر الايمن تقول له ايش تطلع له شنو؟ سكيل، اوكي؟ فمباشره بسكيل تلقاها تاشر على الهاي، يطلع لك سكيل باي 1:1. هسه لازم تدخل على منو؟ على بروبرتيز، ما اعرف ليش، وتجي هنا تدخل جوا تنزل حد وين ستاندرد هاي، وتغير السكيل اللي انت تريده، اوكي؟ من تقول لك واحد مقياس 1:4، 1:5، هاي قصده مو 1:1 معناه 1:، هسه هاي 1:10 هي 1:100، 1:1 هي 1:10، واضح؟ بالسنتيم، انا لين جاي قسم بالسنتيم هسه، فهاي 1:160، هاي 1:200، اوكي؟ شوف المقياس من جاي غير المقياس شو يصير به المخطط؟ جاي يقل لا يصغر حسب المقياس. أنا يناسبني 1:10 بالمخططة هاي، راح أختارها، فأطلع منها، أجي دبل كليك بداخله، ما أخرب السكيل، بان أسحبه، أضغط على مقبض الحركة أسحبه. هسه المخطط شنو مقياس سكيل؟
يا رسم واحد لمية نتأكد منه مرة ثانية حتى إنه يكون 100%. ننزل جوه نبقى ستاندرد 1:10 اللي يضيف له 0.1 لمية اللي هي مقياس رسم واحد لاعب، لأن كل سنتي كل 10 وحدات تساوي ملم. المهم هاي شغلات حسابات مال هاي، بس أنتوا تأخذوها بنظر الاعتبار 1:1 1:100 1:10. إذا تكتب له 1:100 وكنا تشتغل بالملم هاي سجلوها عندكم، 1:100 بالملم هي 1:100، 1:100 بالملم هي 1:100 بمقياس رسم، 1:10 بالسنتيم هي 1:100 بمقياس رسم، 1:1 بالرسم هي 1:100 بالمتر، معناها كل متر يساوي متر، واضح؟ 1:1 بالمقياس تكتب له 1:1 وانت تشتغل باليونت المتر هي 1:100، 1:10 اذا انت تشتغل بالسنتيم هي 1:100، 1:100 اذا انت تشتغل بالملم هي 1:100، واضحه؟ فانا هسه كتبت 1:10 الان بالسنتيم، ونفس الشيء ال 220 وال 200 و300 وال 250 والهاي قسمها على الهاي، اوكي؟ اذا المتر فتقسم على 100، السنتيم قسم على 10، والملم لا تخليها نفسها نفس القيمة. تقسم ال 1:100 على 100 ايش قد تصير؟ 100 على 100 1 تصير 1:1، اوكي؟ هسه جت هيج، هسه ردت اتاكد من هاي مقياس رسمي، جد المقياس رسمي حجي 1:100 مضبوط. أنا ما أريد يتغير بعد هذا الفيو ينقفل بزر ليمن، شكله بزر ليمن اللي قبل شوية اللي هي ديسبلاي لوكت، ديسبلاي لوكت معنا شنو؟ اقفل لي هاي اللوحة، اقفل لي هذا الفيو. هسا أنا قلت له ديسبلاي لوكت، قلت له ياس، دبل كليك بداخل الفيو، دبل كليك بداخل الفيو، أقدر أزوم؟ بعد ما أقدر أزوم، انتهى التزويم، تشوفوني؟ ما اقدر ازوم بداخله، ادخل بداخل الفيو هذا واطلع غير مخططات، انقفل. بس اذا هسه اقول له بزر الايمن، اقول له شنو؟ نو، دبل كليك بداخله، اقدر ازوم لو لا؟ اقدر ازوم. خرب السكيل ما خرب؟ خرب. كنترول زد رجعته، هسه شو اسوي؟ بزر الايمن اقول له شنو؟ على الخط نفسه هذا مال الفيو بزر الايمن، اقول له شنو؟ ديسبلاي يس. فانا هسه من دبل كليك اقول له زوم ماك، بعد زوم نهائي، اذا انقفل عد الرسمه، واضح؟ هسه من اقول له كنترول بي حبيبي، وانا وين باللاي اوت، واقول له برنت 1:1، لانه راح يطبع 1:1، ايش راح يطلع لي؟ مضبوط لا؟ مضبوط 100%، صح لو غلط؟ صح. هذا شنو الخط الاصفر؟ هو خط اللاي اوت. هذا شوفون الخط الاصفر هو خط اللاي اوت اللي انا الفيو اللي حطيته. فمن كم من رسمت حتى ما يطلع يشوه لي الرسمه مالتي، شو اسوي اني؟ هذا الخط شو اسوي بيه؟ هذا زحفه للاخير، بعد انتهت قفلت الرسمه مالتي، انتهت. وشنو الشغله الاخرى؟ هسه انت من جاي تطبع، هسه من تقول له هيك وقلنا له بريفيو، طلع لي تشوفون هذا الاطار طلع منه ومنه ومنه، ما طلع ولا منه طلع، صح ولا غلط؟ شويه مثل راحت منه شغلات، وين تغيرها؟ تغيرها بهاي الشغلات، معناها تكثرها وتنقصها بحيث مقدار معين، حتى شنو تطلع عندك جوا وفوق. هسه شوف انا خفيتها من ذني، فهي قيم تعطيها مثلا بوينت 2، تعطيها قيم معينه على مدة لحد ما تصفى عندك 100%، او شنو تقول له؟ تقول له كنترول بي، لان هو سنتر قافل على سنتر. هنا شو تقول له؟ تقول له ويندو، تجي شنو تختار الويندو مالتك هاي منا لهنا، اوكي، وتقول له شنو؟ سنتر بريفيو، شنو طلع؟ طلع هذا، شنو هذا؟ هذا الركن مال ركن ما اخذه، لان انا شنو جاي اطبع؟ جاي اطبع بي دي اف، لان بي دي اف دائما ترى ياخذ يبوق شويه من الحواف، بس لو تطبع على ورق عادي وتقول له بريفيو يطلع مضبوط 100% على الطابع، 100% يجي فت، اما بالويندو او بالهاي، او تقول له اكستند وتقول له بريفيو، شنو طلع عندك؟ نفس الحاله هسه بالبي دي اف ما جاي ياخذ، حتى بالاكستند يطلع لك كامل المفروض، اوكي؟ هسه شنو من تطبعها هسه هاي اذا اريد اني هسه ما عندنا طابع احنا حتى ناخذه، راح اطبعها مثلا انا هسه قلت له بريفيو طلعت لي هاي، اوكي عجبتني، او قلت له مثلا ويندو قلت له افتح طابع بس بريفيو
ما تشتغل. اختارتها هسه قلت له سوري قلت له ويندو لازم اني هاي اختار له ويندو هاي اكثر من الحجم مالته. جيت قلت له بريفيو شنو سوى؟ طلع لي هذين الركنين بقى الركنين ذن جوا بس مجرد ان اتلعب بهاي الارقام مال السنتر اتلعب بيها هاي خليها زيرو هاي زيرو وهاي خليها زيرو واقول له بريفيو. المهم لحد ما يطلع مضبوط هاي بالطبع البي دي اف ما راح يجي 100%. المهم هسه احنا قلنا سنتر وقلنا له بريفيو اوكي طلعت لك هاي عجبتك اوكي تريد تطبعها انتهت هاي اطبعها زين. قلت لا انا على شنو انا اريد حتى بالبي دي اف تطلع مضبوط شو تسوي؟ تاشر هاي رسمتك اوكي شو تسوي؟ ستريتش شويه تزحفها عن الحواف ومنها من هاي الجهه ستريتش زحفها شويه عن الحواف من هاي الجهه ستريتش زحف شوي عن الحواف بس وانت مشغل الورتو سوري لان هي انت المفروض يعني الشغله لازم اقول لكم عليها انه انت لازم الورق مالتك مو الاطار لازم انت مبتعد لان مال كبس مال كبس فانت شوف هسه هاي بيها فراغ منها فراغ منها فراغ هاي فراغ اكثر منها سنتيمين ومنها بس سنتيم واحد دار ما يدور لانه مال مكبس وانت تريد تكبس مخططك فهو اصلا حتى بالطباعه لهذا يقول لك ما جاي يطلعها فهسه هو هيك راح يطلعها 100% راح تجي هذا موف راح تشر هذا نفس الشيء وتقول له كنترول بي وتقول له لاي اوت وتقول له بريفيو طلع لك كامل ولا كامل لو ما كامل كامل وطار صحيح لو لا طار صحيح شو اقول له هسه برنت بلوت بنقول له برنت ايش راح يعطيني برنت طلع لي اياه هيك اوكي لان بي دي اف راح اسميه 2016 اوكي وراح اخلي على الديسكتوب مثلا المحاضره اللي هي محاضره رقم 8 مثلا عن هذا الملف المشروع اقول له سيف ايش راح اسوي يخزن الملف المشروع اوكي خزنه طلع لي بي دي اف لو لا بي دي اف بسكيل 1 الى 100 هسه ده ادزه بالايميل للشخص يقدر يطبع لو لا نقول له بس طبع حبيبي على اي 3 طبع على 3 يقيسه ب 10 10 مقياس رسم مضبوط 100% واضحه نفس الشيء انت تريد تطبع على طابعه بس مجرد غير نوع طابعه تطبع مباشر زين قلت اوكي هذا اللاي اوت شنو لاي اوت مكتوب لاي اوت 1 انا هذا مخطط دار سكن فدبل كليك عليها شنو صارت لون ازرق شو اقدر هنا اسميها زين هنا انا بالمخطط لاي اوت شنو اللاي اوت اريد اغيره دبل كليك يقول له شو تسوي اسميه مثلا المخطط مخطط مخططات الطوابق مخططات سوري مخططات واتس هابن مخططات الطوابق اوكي واضح ولا لا صار سميته مخطط الطوابق هاي المخططات هاي مخطط الطوابق هذا مخطط الدرج هذا مخطط المشينو هذا مخطط المشينو هذا مخطط المشينو وهكذا زين يقول قائل هل اقدر اخذ هذا نفسه كوبي منه انا ما اريد اقول له من اقول له نيو لاي اوت اسوي واحد لاي اوت جديد اريد اخذ كوبي نفسه نفس الصفه بالزر الايمن شو اقول له موف اور كوبي ادوس عليه شنو اقول له مخططات الطوابق اريده اوكي كرييت كوبي موف تو اند اوكي هسه مخطط الطوابق اقول له اوكي شنو طلع لي نسخه ثانيه منه لو لا من ثانيه اوكي اشرها اقدر ازحفها هنا بصفها اوكي او ازحف هاي بصفها هيجي اوكي فزان زحفت هاي وهاي بس هاي مخطط الطوابق رقم 2 مكتوب انا ما اريد مخطط الطوابق دبل كليك واسميها تفاصيل هندسيه مثلا سميتها اوكي جيت انا نفس ونفس اللاي اوت اللي انا سويته قبل شويه ومقفول اللاي اوت هذا اللي انا سويته مضبوط مقفول بس انا شنو اريده مو مقفول حجي هسه هذا خليه اسوي هيك شيء و اوبس زين سوري اوبس اوكي رجعت هذا هسه هذا ونفسه بس انا اريد لا قبل شويه بالموديل شنو عندي بالموديل هاي الدائره
أوكي، وأنت هذا المستطيل وأنت هذا المربع، ثلاثة مرات مخطط بس كل واحد بمقياس رسم معين، ثلاثتهم أريتهم بالمخطط هذا الـ A3 اللي راح أطبعه كل واحد مقياس رسم معين، خلينا نعطيهم ألوان، خلينا نعطي هذا مثلا أخضر أوكي، وهذا خلينا نعطيه أحمر أوكي، وهذا خلينا نعطيه أزرق أوكي، فنعطيهم ألوان. هذا أريد مقياس رسم معين، وهذا هذا المستطيل مقياس رسم معين، وهذا مقياس رسم معين، وهذا مقياس رسم معين. أجي على تفاصيل هندسية، شو اسوي عندي هذا الفيو، هذا الفيو مالتي شنو مال ذاك المشروع قبل شويه، مقفول لما مقفول؟ مقفول. اقول له نو، بزر لي من نو استاذ محمد حاجي، شوف هذا كذا مهم. هسه هذا فيو 1 اوكي، هذا فيو اول واحد، اول فيو مضبوط، هذا فيو 1 مضبوط. شوف ايش راح اسوي، اشرح كنترول سي كنترول في، فيو ثاني كنترول في، فيو ثالث، شلوني اوكي سويت فيوات. هس هذا الفيو الاول، هذا الفيو الثاني، شوفوهم فيوات بعد كل فيو يودينا للرسمه مضبوط. هذا فيو اريده منا لهنا نص المخطط بالضبط، وهذا الفيو اريده منا لهنا، وهذا نص الفيو هذا بصفه، وهذا نفس الشيء منا لهنا. بحصارت قسمت لك كم فيو، ثلاثه لو ثلاثه، دبل كليك هنا هذا زومه فيو، دبل كليك هنا هذا زومه فيو، دبل كليك هنا هذا زومه شنو فيو. شو اسوي هسه؟ اقول حجي كل واحد اريده بسكيل، بهذا شريد اطلع، اريد اطلع الدائره بس، بهذا شريد اطلع، اريد اطلع المربع الاخضر هذا واضح، وبهذا شريد اطلع، اريد اطلع المستطيل مضبوط. دبل كليك هسه وداوت سكيل اقدر اطبعهم وداوت سكيل، بس اريد لا مو بسكيل، اشرا ولا فيو اقلب الزر الايمن بروبرتيز اوكي، اجي هنا اشوف يا سكيل اقرب شيء له وين ستاندرد هذا، مثلا اعطي مقياس رسم 1 إلى 250 اوكي، او 1 إلى 100 كبير ما يبين خوش، فعلى مود يطلع كامل 1 إلى 200 يجي رقم، ها رقم لو لا فتح 1 إلى 200 انتهى، هذا قفل 1 إلى 200. اجي بالزر الايمن قبل ما اطلع من ذيك اقول له لوك قفل حبيبي، بعد ما اريد تلعب بي، تجي على هذا اللي بصفه هذا الفيو الثاني. هسه هذا خلينا ندلته ونرجع بعدين، اشرنا هذا، شوف الفيو اذا كان لازق على فتشي خط دلتوه، دلتوه ورجعوا له بعدين، تعرفون شلون ترجعوا له اوبس. فتأشر هذا بزر الايمن بروبرتيز نفس الشيء، وتروح نفس الشيء ستاندرد، وتقول له شنو اريد هذا مقياس رسم، والله يا حجي انا اريد مقياس رسم 1 إلى 250 مو قلنا اشرت 1 إلى 250، اجي بزر الايمن عليه قبل ما اطلع منه اقول له لوك قفله حبيبي، بعد هاي هي انتهى، هذا 1 إلى 250 واريد هاي تطلع بي مو غيرها، قفلت على هاي. اجي نفس الشيء هاي، اجي هنا بزر الايمن ايش اقول له بروبرتيز، واجي نفس الشيء اجي جوا انزل هنا اقول له شنو ستاندرد، واقول له يا سكيل اقول له مثلا سكيل 1 إلى 100 ثبت. شوف انا من جاي اخذ السكيل جاي يطلع لي بصفه ايش كبر بالنسبه للفيو، فالسكيل دائما حتى لو انا اريد سكيل معين اشوف اللوحه تناسب السكيل ولا ما تناسب، اختار السكيل اصغر او اكبر حتى يطلع مناسب بالفيو مالته. ها سويت نفسي بالزر الايمن اقول له يس كلوز. هسه شنو صار عندي؟ دائره ومربعات ثلاث تفاصيل، معناه ممكن انه يكون مخطط الطابق الارضي، مخطط الطابق الاول الواجهه، خوش الواجهه الاولى، الواجهه الاماميه، الخلفيه، الجانبيه، مثلا ممكن اوزع هذا الفيو الى ما لا نهايه من الفيوات، مثلا عندي شيت اي 1 هذا الشيت الكبير الاي 1 او زيرو، مستحيل انا احط بيه بس مقطع واحد، طبعا احط بيه مجموعه مقاطع كل واحد اعطي سكيل معين، تفاصيل عندي، فكل واحد اسوي له فيو
أقسم هالأيوان إلى مجموعة فيوات. شوف هسه الأي 3 قسمت إلى 3 فيوات وبها مجال إلى 6. فالأيوان شقد ممكن أخلي بيها 20 رسمة قسم إلى 20 فيو، قسم تقسيم مساوي وكل فيو أزوم على الشسمة الرسمة اللي أريدها. شوف هسه شلون الرسمة صارت مرتبة عندنا. شوف هنا بالموديل من تدخل عليه تلقى هوسة لا مو هوسة، لازم انت تجي على هذا الزوم والبرنت وهاي وين هنا هاي الدائره والمربع والهاي هاي المستطيل وهاي الدائره وهاي هذول هنا مرتبين مكانهم، هذا المخطط مرتب مكانه. قبل شويه لقيت كتابه هنا مكتوب كتابه، الكتابه وين لقيت مكتوبه باللاي اوت. من اجي هنا نفس الشيء اقول له شنو دي تي اللي هي هذا واكتب خط معين واكتب مثلا هذا ديتيل 1 مثلا سكيل باي 1 باي 100 اوكي، واشرى واقول له مثلا لونه هسه هذا انتر هذا السي أشرة أر إنتر وأشرة منها لهنا وجيبه وهذا قيام كتابة. قدرت تكتب يعني فوق اللي أوت لا هو مقفول جاي أكتب كأنه شيت وجاي أكتب علي كتابة بيدي. فأشرة هذا مثلا أحط له لون مثلا يكون أحمر أو بنفسجي، أشرة هاي نفس الكوبي أجيبها على هاي أجيبها فوق هنا وأجيبها هنا خوش، وأقول لها مثلا ديتيل نمبر 2 مثلا النوع الرسمة هاي الموجودة هنا واي سكيلها 1 إلى 250 إحنا حطيناها اوكي. هاي نفس الشيء هنا هاي اللي اخذته كوباني نفس الشيء اقول له 1 الى 200 اشرح اقول له 1 الى 200 وهاي ديتيل نمبر 3 اوكي. اقدر اكتب براحتي هنا سواء مثلا مكاد مخطط الطابق الارضي مقياس 1 الى 100 مخطط الطابق العلوي مقياس 1 الى 100 اوكي نفس الشيء هنا. فانا اريد اكتب او اريد اكتب هنا لا والله اريد اخذ من هذا نفس الشيء تاخذهم كوبي كوبي أو كنترول سي تجي هنا نفس الشيء كنترول في تجي حطه من خذته من غير مخططان جبته وحطته وأقدر أغير مكانه مثلا هاي أريد أصعدها فوق هنا مثلا أقدر أصعدها فوق أوكي أريد من جوا مسحها. إذن اللي أوتان حر لو لا حر زين. أريد أحط صورة بعد أجيبني أحط صورة صورة بعد كنترول سي وكنترول في جيبها وحطها هنا مثلا هاي على اساس مثلا في التفصيله معينه وهاي خوش هم نفس الشيء السي وادوس عليها ار واجيبها واسحبها واحطها بالمكان اللي يعجبني بالنسبه للمخطط لوجو او ختم يجوز توقيع الكتروني مال المهندس اجيبه احطه بناء طبعا يطلع ويا توقيع المهندس او الشركه والخدم الشركه كلش عادي هاي لو تلعب بيه براحتك. شوف هسه كوب أول مرة ها هسه أنت كملته أوكي خلاص سيرته سميته حطيته مثلا على سطح المكتب محاضرة رقم 8 مثلا سميته مخطط دار سكن أسين خوش سيرت أوكي راح هسه شنو حسين طلعنا من الأوتكات كلها أسعدنا شنو عندنا محاضرة رقم 8 وخذ الدار سكن حسين هذا واضح كنترول سي كنترول بي بالزر الأيمن مخطط دار سكن محمد أوكي. بس هذا يعني راح أشتغل الواحد ثاني جديد دبل كليك داخله بس نفسه بس أنا غيرت الاسم حافظت على ذيك النسخة الأصلية مع ذاك الملف سميت واحد ثاني أفتحه أجي طلع على نفس الـ نفس الـ من شنو أوكي غير الجزء أيوان أي مثلا هذا ما أريد من ذلك لون رسمة تجيت رسمت مخطط سويت لمحمد أو في التفصيل معين أو في شغلة معينة أوكي كملتها مع شنو هاي وأريد أطبعها من أجي على المخططات زين ما ألقاها موجودة صح ما ألقاها موجودة شو سواني أروح على الفيو أدخل على الفيو اللي هو قبل شوية هسه أشر هذا ديليت دبل كليك
سوري نجينا وزوم سنة قافلة هذه لأن هو ما أنا مقفول مال ذاك المشروع راح أجي هيجي هاي دبل كليك راح حق لزت إنتر إي إنتر جتني الرسمة مال من جديدة سويتها رسمة جديدة سويتها اللي هي هاي خلينا نغير لونها حتى تبين هذا اللون ما يبين نهائي وليكن أبيض حتى يطلع أسود هناك أوكي أجي هنا هاي طلعت ولا طلعت أجي أحط لها هاي إذن اللي هنا جوا ديزاين باي مرتضى والسكيل واللوجو واللاي أوت مالتي ثابت ولا ثابت أجي أحط عليه مخطط الثاني مو كل يوم يعيد مرة واحدة سوي لاي أوت أنت بشركة معينة سوي صمم لاي أوت معين حط بي تصميم وسكيل وبيبر وتاريخ وما شنو بالتصميم اللي عجبك أوكي كمله هاي انتهت العملية صار هذا جاهز أنت بعد هذا لاي أوت الشركة أنت مو كل يوم سوي لاي أوت الشركة رد تسوي قلت هسه هذا اي 2 أريد أسوي تجي هنا بزر الأيمن علي وش تقول له بيج سيت اب مخطط موديفاي اي 2 واضح وش تقول له اوكي من تقول له كلوز ايش راح يصير بيه المخطط يندمر صح لان كبرت الورقه فلازم شنو تأشر كل الرسمه مالتك وش تسوي له السي ار دوس من هنا وتسحبها على قد الهاي دست اللي اوت مالتك فانت تجهز اي 4 واي 3 واي 2 نفسه بس سكيل اي 1 اي 0 تكملهم كل ما تحتاج طيك با تيك اطبع اي 4 اي 3 وتغير السكيل حسب نمط الورق درس جدا مفيد طبعا اللي اوت اللي يريد يطبقه هنا وسهلا ما يريد يطبقه احنا اهلا وسهلا اوكي اي سلام محمد واضح؟ استاذ مرتضى جيد؟ تمام؟ هسه شنو؟ ننطلق إلى ثلاثي الأبعاد يس؟ لأن أخذنا طباعة شغلة أخرى قد تكون ببالكم نسيت ما أكتبكم عليها مثلا عندي أنا هسه بهذا المخطط هاي كتاب عربي كاتب عربي هنا كتاب عربي طالب أوكي؟ هسه هي طبعا الكتابة كلش صغيرة هاي ولازم انا اغيرها اسويها مثلا 10 وهاي طلعت وهاي مثلا خلينا نكبرها بعد هاي 20 هاي هسه طالب اوكي طالب زين عندنا هاي الكتابة عربي اوكي اريد اطبعها انا هسه هاي بيا لون وليكن لونها احمر اوكي جيت هنا وين انا مخطط الطوابق وين حطيت احنا حطيناها قبل شويه اي مخطط الطوابق دبل كليك هنا هاي هي ولا هاي هسه ما علينا بالسكيل وما سكيل وما شنو احنا شنو مهمه الشغله عندنا هسه اريد هاي الكتاب العربي وهاي الكتاب العربي تطلع بالطباعه الاوتوكاد لأن اللغة العربية لغة الأم عندنا بس إحنا واللغة الأولى بالقرآن لأن نزل القرآن عربي بس ما حد يعترف بالعربي ترى بس بالعرب والسبب عدم اعترافهم باللغة العربية هو شنو لأن العرب معنى سب جرب بالنسبة لك واحد يقولها تقبلونها وما تقبلون الحكاية مني فما حد يعترف باللغة العربية فالأوتوكاد إيش قد لغات بالعالم يعترف بيها زين يعترف بلغات حتى الدول اللي هي أصلاً يمكن عدد نسماتها كلش قليلة يعترف بيها ويطبع اللغة مالتها ما عند اللغة العربية طبعها شنو مكسرة معنى الحروف مقلوبة فيوصى أنه باستخدام الحروف اللي هي مرسومة رسم عربي اللي قلنا عليها تحملوا من الانترنت من تقول لك حروف للفونتات عربي للأوتوكاد وتحملوها وتنزلوها بالملف الفونت بس انت تقول لا شنو عن فونتات من احول الملف لحسين او حسام اقول له يابا هذا الملف
شوفه يفتح يطلع عند الخط عباره عن علامات استفهام، يقول له وين الخط؟ هذا الخط ما موجود عندك بالحاسب مالتك، بس على الطالب موجود هذا الخط، ما يفيد. فانت على مود تستخدم، انا من كنت اشتغل قبل بالمكاتب الهندسيه مكتب عادل السعيد علمني طريقه شنو، قال لي خط التاهوما، خط التاهوما. هس احنا هذا دبل كليك، يا خط تاهوما، خط التاهوما خط هندسي مرتب اولا حتى بالطباعه للعربي بالكتاب العربي خطه حلو مرتب زين، والشيء الثاني من تطبع من راح تقول لك كنترول بي بالبي دي اف، شوف بالبي دي اف شو تسوون هسه، هاي مو بي دي اف صفه شنو بروبرتيز، او حتى لو طابعه معينه هنا طابعه كانون او اي شيء صفة اعدادات، دوسون على اعدادات تجون على شيء اسمه جرافيكس، نقرون عليه بالزر الايسر تختارون ترو تايب از تكست، اوكي يقول له شنو ترو تايب از تكست، هنا تحولونه من ترو تايب از جرافيك تو تكست، اوكي راح تطلع لك هاي، يقول له سيف تشينج تو ذا فيلمنج فايل، يقول له اوكي حولها شنو ادوبي بي دي اف بي سي 3، قبل شويه كان شنو ادوبي بي دي اف بس بي سي 3 معناه شنو صار عليه تعديلات معينه، معناه سويت عليه في تغيير معين اللي هي شنو سويت عليها السيتنج اللي هي جرافيكس باي باي شو يسمونه اوكي تكست اوكي. فمن قلت جرافيك باي تكست وسويتها وسيفتها وهاي صارت هاي الطابعه، فاذا انت شنو هسه تطبع عادي، اذا اوكي انا لا اريد هاي تكست واريد ادخل عليها واقول له شنو سيف از، اقدر هنا شنو اسميها طابعه معينه اسميها، شوف سويت انا باو حجاج انا دخلت على هاي الطابعه قلت له بروبرتيز قلت له تراف ترو قلت له از تكست اوكي، بعدين قلت له سيف از سميتها عربيك عربيك بي دي اف اي 3 اوكي واضح سيف، قلت له اوكي اوكي هنا اجيت طلعت لي عربيك بي دي اف اوكي الطابعة الجديدة اللي سويتها انا هي بي دي اف نفس الطابعة الفوق بس سويتها انا على مود دائما مو كل يوم اروح بروبرتيز وما شنو صارت عندي طابعة اسمها عربيك بي دي اف بي دي اف اي مخطط بطبيعة الطابع عربي اروح على هاي الطابعة شكلها بعدين بروبرتيز طلعت لها راح اقول لها برنت زين راح اقول لها سميها 2017 مثلا وقل لها سيف شلون يطلع الحروف مكسرة ليش؟ ليش؟ هو المفروض تطلع عدلة شنو صار؟ فهسه شيء لان هي اصلا ازتكست معناها جاي تاخذ شنو انا قلت لها ازتكست شنو؟ لان هي اصلا كانت مضبطه من قبل شوي كانت مضبطه يا از كرافت لان هي ازتكست معناها انت اخذ الكتابه ككتابه فالحرف اصلا ما راح يتعرف عليه لو تكاتب هسه الكتابه اللي انا حطيتها لك قبل شويه صح اي ازتكست هي از كرافت هي لازم انزلها تشوف ثانيه فهسه شنو صار؟ صار ازتكست شنو هو؟ معناها الكتابه كتابه فراح يتعرف عليه كتابه كتابه يقلبها لان عرب ما يعترف به هو فايش راح اسوي هسه طفي هذا البي دي اف خلي ولي واجي شنو ادخل على الكنترول بي واجي على هاي اللي هي عربيك اللي قبل شوي سميتها واقول بروبرتيز وشكل له جرافيكس واقول له شنو ترو وشكل له از جرافيكس اوكي اطبع راح اقول له من اجي اطبع مثلا هسه راح اطبع وهاي هاي طبعا لازم احنا هسه وين بالعربي لازم شنو هاي لازم جرافيكس ترو از تكست اوكي معنا شلون اعترف بالخط هذا الموجود اوكي مو ترو از جرافيك اوكي قلت له نفس الشيء هاي بريفيو التطبع من راح اطبع وراح اقول له هاي واقول له سيف واقول له اوكي جاي سيف بدلها راح يطلع لي هم مكسر الخط ليش اذا طلع لك مكسر وانت سويت هاي الملف اللي جاي ترسم به مضروب انضرب الملف مالتك اي عربي ما ياخذ شو تسوي تاخذ رسمتك تفتح ملف ثاني تاخذ رسمتك كوبي بيست
الرسمة اللي عندك موجودة هنا، تفتح ملف ثاني تاخذ الكوبي بيست ملف ثاني اوكي، واللي يكون احنا استخدمنا الرسمة مثل مالتنا واخذنا وياها طيب اوكي. فمن تجي تقول له برنت كنترول بي وتقول له بريفيوز وتقول له ويندو على مود نختار بس هاي اوكي عربيك ترو از تكست ولا ترو از تكست، راح تقول له بريفيو هاي برنت راح اسميها عربيك انتر. شنو طلعت؟ طالب مضبوطة لو لا؟ مضبوطة ما تكسرها. واضحة العملية؟ واضحة؟ إذا انضرب عندك الملف معناه هو أصلاً ما اشتغل، أخذ الرسم مالتك كوبي بس فرخها منين؟ من كل الكتابات الموجودة بيها كوبي، نزلها ملف جديد، حطها ملف جديد وارجع اكتب الكتابة من جديد لأن كلها مضروبات. الملف اللي هو اللي جاي تشتغل بيه مال الكتاب الفونت انضرب فقام يطلع مكسر، فانت شو تسوي؟ تاخذ الرسمه مفرغه بدون الكتابه وترجع تكتب الكتابه من جديد بالتهاون فيطلع مضبوطه. ما لان هذا الملف اللي انا جاي استخدمه هسه اللي صار له اصلا سنين ها اصلا مضروب الطباعه مالتك، اي شيء هسه يطلع بيه مضروبه الكتابه كلها تطلع مكسره اوكي. فطبيعي جدا العمليه واضح. هو بس مثلاً خط مش يسمونه زين متهمة متهمة الخط متهمة هسه يقول متهمة الخط جزء عن شنو هاي تهمة؟ هذا أريد خط تاني متهمة أوكي أريد أريد وأكتب طالب أوكي هم هذا أوكي هذا متهمة مضبوط. راح أقول له كنترول بي وأقول له بروبرتي وأقول له ويندو أخذهم ذولا كلهم وقل له بريفيو واضح. طالب هسه هاي خطها مو احلى من هاي، هاي بيها مثل خط الجار المجرور وياها، راح اقول له برنت اقول له اي ار 2 مثلا سيف. شنو طلع لي اياهم؟ ما بيهم شيء اثنين اوكي. اذا مو الا تهما ممكن اي خط ثاني تقدر تستخدمه، بس ليش يستخدمون تهما الاغلبيه؟ لأن ما يصير بأي خلل بالطابعات الأخرى، بالبي دي اف عادي أي خطير سيء ممكن، بس ممكن بالطابعاتك خطوط ما ترغم بيها ما تمشي، مثلا أريال تهوما تمشي بس خطوط ما تمشي. فأنت مو كل الخطوط مثلا هسه إذا نختار رومانس مثلا خط الرومانس مثلا هسه نقول له تكست ونجي هنا ونقول له خط الرومانس رومانس اوكي واجي اريد اكتب عربي، انا محول على اللغه العربيه طالب اشرته وراح اختار رومانس واي نوت رومانس اوكي تكست رومانس رومانس اوكي. جيت اكتب عربي حولت عربي طالب اوكي. هاي ليش ما اخذ رومانس عربي اصلا؟ هو لان هو اصلا الكتابه ما تشنو رسم فما ياخذ عربي نهائي، هذا العربي جاي يحول على غير خط صح لو غلط. أكو خطوط ما تحترف باللغة العربية أصلاً نهائي، أكو خطوط أخرى مثلاً تعتبر اللغة العربية هي ضار. هاي حسن جاي يكتب عربي أوكي طلع لك رموز وهمية ما معروفة، هس اختارت هذا الخط. فأنت دائماً أما أريال أو أندلس أو هاي وحل الموضوع. وليش خطوط؟ استخدمها تروك ليش ما نسوي تكست نحول الخط بلوك انتهى الموضوع. شنو خط بلوك؟ بس ما اصير بلوك احوله مثل ما يفيد، يبقى خط يبقى خط ما يبقى خط يبقى خط كل الاحوال هو خط، لان هو شنو جاي يقرا محتوى مال بلوك كل الاحوال هي بلوك مرسومه اوكي. هسه واضحه العمليه؟ سوينا لاوتا، سوينا ترتيبات، سوينا كل الامور اللي ريتها، حضرنا لاوت معين، سوينا مخططات، كل شيء اوكي، كل الامور اوكي، شغلنا مرتب اوكي.
واضح العملية؟ لا تنسوا نقرأ على سبسكرايب الاشتراك بالقناة، ونقرأ على لايك إن عجبكم الفيديو، كذلك التعليق أسفل الفيديو لأي ملاحظات أو استفسارات. شكرا جزيلا. مع ألف سلامة. يتحمل عادي، أكتب بلاصي حمله هذا الملف، ينزل باليوتيوب، شوفونا باليوتيوب حبايب، ونشروه.